السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة والطلبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. ودرسنا النهاردة بعنوان عصر المجد الحربي، أو ليه اسم تاني اسمه عصر الدولة الحديثة. إحنا كنا وقفنا إن الدولة القديمة، الدولة الوسطى، انتهت والهكسوس احتلوا مصر، وأمراء الكفاح سقنا رع وكاموس وأحمس قدروا إن هم يحرروا مصر. هنبتدي من عند أحمس. أحمس اللي استطاع تحرير مصر بعد ما انتصر على الهكسوس وبعد وفاة والده سقنا رع وأخوه كاموس. طيب، العلماء اعتبروا إن أحمس هو مؤسس الدولة الحديثة. طيب، هي الدولة الحديثة دي ابتدت من الأسرة كام للأسرة كام؟ ابتدت من الأسرة 18 للأسرة 20. بس اتسمى عصر الدولة الحديثة، اتسمى باسم عصر المجد الحربي. ويجي لي سؤال يقول لي بما تفسر؟ يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي. هقول له لأن الملوك اهتموا باتساع ملكهم وخاضوا معارك كتيرة، المعارك دي حققوا فيها الانتصارات زي انتصاراتهم على الهكسوس وانتصاراتهم على الحيثيين. مش بس كده، ده استطاعوا تكوين أكبر وأول إمبراطورية في التاريخ. الإمبراطورية دي خرجت خارج حدود قارة أفريقيا وآسيا. طيب، تعال نشوف الإمبراطورية بتاعتهم دي امتدت منين لمنين. امتدت لبلاد الشام وبلاد ما وراء النهرين اللي هي العراق وبلاد بونت اللي هي الصومال. طيب بص كده معايا على الخريطة اللي عندي ديت. الخريطة اللي عندي ديت بقول لك ان حدود الدولة المصرية اتسعت اللي هي بالجزء الاصفر دوت لحد ما خرجت في بلاد الشام وبلاد ما وراء النهرين وبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. طب هي يعني ايه امبراطورية يا مستر؟ امبراطورية معناها دولة كبيرة مترامية الاطراف بتسيطر على شعوب متعددة وقوية اقتصاديا وعسكريا. ممتاز جدا. تعال نشوف أهم ملوك الدولة الحديثة وأشهرهم. أول ملك عندي الملك أحمس، الملكة حتشبسوت، الملك تحتمس الثالث، الملك أمنحتب الرابع، الملك توت عنخ آمون، الملك رمسيس الثاني، الملك رمسيس الثالث. طيب تعال نمسك ملك فيهم. أول حاجة عندي الملك أحمس. الملك أحمس العلماء اعتبروه ان هو مؤسس الدولة الحديثة. ليه يا مستر بما تفسر؟ هقول لك عشان حقق انتصارات كبيرة على الهكسوس. بعد وفاته جت ملكة اسمها الملكة حتشبسوت، والملكة حتشبسوت دي كانت من اشهر ملكات مصر. حكمها زاد عن 20 سنة، وتميز الحكم بتاعها بالامن والاستقرار. ليه تميز بالامن والاستقرار؟ لان هي ما كانتش بتميل الى الحرب وما كانتش بتحب الحروب. طيب اهتمت بإيه؟ اهتمت بالتشييد والبناء، عشان كده عملت مسلتين ضخمتين شاهقتين الارتفاع. فين؟ في معبد اسمه معبد الكرنك. مش بس كده، دي عملت علاقات تجارية مع الدول المجاورة. ويجي لي سؤال يقول لي دلل على اهتمام الملكة حتشبسوت بالتجارة. هقول له حيث أرسلت بعثتين تجاريتين، واحدة لبلاد اسمها بلاد بونت عشان تجيب من هناك البخور والعاج والأحجار الكريمة والاخشاب. مش بس كده، ده كانت هتجيب من هناك جلد الاسود. طيب يعني ايه اصلا بعثه تجاريه؟ البعثه التجاريه هي عباره عن مجموعه من التجار بترسل لمكان معين عشان تعمل حاجه معينه. طب ايه فايدتها؟ بتوطد العلاقات بين البلدين، يعني بتحسن العلاقات بين ايه؟ بين البلدين. طيب تعال نشوف دلوقتي، انا عندي فيه اثار في النوبه. الاثار اللي في النوبه ديت سيادتهم حتشبسوت جوه قلعة اسمها بوهن. دي عملتها ليه؟ عشان تتقرب من إله حورس. طيب مش بس كده، ده المعابد دي كانت فايدتها إنها بتنشر الثقافة بين الناس. يبقى تاني مرة، الملكة حتشبسوت كانت من أشهر ملكات مصر وحكمت 20 سنة. حكمها ما كانش بيميل للحرب، بس كان بيميل للاستقرار، وعملت علاقات تجارية مع الدول المجاورة زي إيه؟ زي بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. طيب تعال نشوف بعد كده، هوت الملك اللي جه بعد كده اسمه الملك تحتمس الثالث. وخد بالك ان الملك تحتمس الثالث ده كان من اهم الملوك في الحرب والاداره. الملك تحتمس الثالث دوت كان راجل ذو عقليه حربيه من الدرجه الاولى. اهم اعماله في مجال الحرب ومجال الاداره،
تعال نشوف اول حاجه عندي في مجال الحرب. قسم الجيش الى قلب وجناحين، واخترع حرب اسمها حرب المداهمه والاستباقيه، وهو كان صاحب اقدم امبراطوريه في التاريخ. مش بس كده، ده وطد نفوذه، يعني خلى نفوذه كويسه مع فلسطين وسوريا. ازاي يا مستر هيخلي نفوذه كويس؟ قلت لك اه، الراجل ده عمل 16 حملة عسكرية على سوريا وفلسطين لحد ما في الاخر انتصر. ايه؟ انتصر عليهم ووطد نفوذه، يعني دخل بنفوذه لسوريا وفلسطين لحد ما قدر يستولي عليهم، وبقت علاقته كويسة ما بيهم بعد ما كان بعد ما ايه بعد ما بقوا تحت ايه تحت طوره، وثبت حكمه في بلاد النوبة، وانتصر على امير قادش في معركة مجدو. يبقى الراجل تحتمس الثالث دوت، الملك تحتمس الثالث عمل ايه؟ وطد نفوذه في فلسطين وسوريا بعد ما عمل 16 حملة عسكرية، وانتصر على امير قادش في معركة ايه؟ مجدو. مش بس كده، ده انشأ اسطول بحري قوي عشان يفرض سيطرته على جزر البحر المتوسط وساحل فينيقيا اللي هي لبنان حاليا. طيب تعال نشوف الراجل ده في مجال الإدارة عمل ايه. احضر ابناء الاقاليم ابناء الحكام بتاع الاقاليم الايه الاسيويه. ليه؟ عشان يعلمهم في مصر، علشان يبقوا ليهم الولاء والانتماء لمصر. مش بس كده، ده وطد العلاقات بتاعته مع الملوك والحكام بتاع الدول المجاوره، وكسب ايه؟ كسب الامراء الاسيويين. الكلام ده ادى الى تماسك الامبراطوريه بتاعته، وقدر انه ينشر الثقافه المصريه فين؟ في بلادهم. عشان كده بقول لك الراجل ده كان ذكي جدا في مجال الحرب وايه والاداره. والجيش في عهد تحتمس كان ليه دور حضاري، كان بيسجل الغرائب بتاع الموجودات في البلاد اللي هو غزاها. ممتاز. طيب هي ايه مجدو دي يا مستر اللي انت قلتها لي من شويه؟ مجدو ديت هي عباره عن مدينه تجاريه كان ليها حصن موجوده في شمال فلسطين، عشان كده كان ليها اهميه استراتيجيه. طيب الملك اللي بعد كده اسمه الملك امنحتب الرابع، والملك امنحتب الرابع دوت اتولى العرش بعد ما ابوه امنحتب الثالث مات وهو كان لسه صبي صغير. طيب عمره كان كام سنه؟ عمره كان 16 سنه، واتجوز من الملكه نفرتيتي، واهتماماته كانت غير اهتمامات الملوك اللي ايه اللي كانوا قبليه. الراجل دوت اهتم بالدين. يعني ايه اهتم بالدين؟ يعني عمل ثوره دينيه علشان يعبدوا اله واحد، وعبدوا ساعتها اله اسمه الاله اتون، ورمزوا ليه بقرص الايه الشمس. عشان كده امنحتب الرابع سمى نفسه اخناتون. طيب صور الشمس بايه؟ صورها بعباره عن ان هي اله بيخرج الاشعه بتاعته، الاشعه ديت عباره عن ايد بتوزع الخير على ايه؟ على الناس. طيب ونقل العاصمه لمكان اسمه اخيتاتون. طيب يبقى هو كان اسمه امنحتب الرابع، اطلق على نفسه اخناتون يعني ابن الاله اتون، ونقل العاصمه الى اخيتاتون. مش بس كده، ده بنى عاصمة الجديدة اللي هي أخيتاتون، بس الناس أو كانت الإله آمون ما عجبهمش الوضع دوت، عشان كده عملوا عليه ثورة دينية انتهت بوفاة إيه؟ أمنحتب الرابع. جه بعديه ملك اسمه الملك توت عنخ آمون، والملك توت عنخ آمون دوت رجع تاني عبادة الإله آمون مرة تانية. مش بس كده، ده رجع العاصمة لطيبة مرة تانية. والملك دوت كان مشهور جدا بالرغم من انه كان سنه صغير. ليه يا مستر؟ عشان المقبره بتاعته اللي اكتشفوها سنه 1922 ميلاديا كان فيها محتويات بهرت العالم، وخاصه القناع بتاعه اللي انت شايفه عندي ده. خد بالك ان انا عندي مقبره توت عنخ امون اكتشفت في العصر الحديث، عشان دي جت في سؤال ترتيب في سنه واصحابنا اتلخبطوا فيها. اكتشفت في العصر الحديث سنه 1922 ميلاديا. طيب بقول لك يعني ايه توت عنخ امون؟ يعني الصوره الحيه للاله امون. بعد كده جالي ملك اسمه الملك رمسيس الثاني، والملك رمسيس الثاني دوت من اشهر ملوك الاسره 19. رجع النفوذ بتاع مصر تاني على بلاد الشام بعد ما الملك اخناتون اهمل بلاد الشام، لانه كان بيهتم بالدين، ما كانش بيهتم بايه؟ بتوسيع الامبراطوريه بتاعته زي بقيه الملوك. يبقى انا كده عندي حتشبسوت اهتمت بالبناء والتعمير، والملك اخناتون ايه؟ اهتم بايه؟ اهتم بالدين. طيب خاض معارك كبيره رمسيس الثاني، خاض معارك ضد مين؟ الحيثيين، قعدت حوالي 15 سنه. كان من اشهر المعارك ديت معركه اسمها معركه قادش، واللي انتهت ان الملك رمسيس الثاني قدر ان هو يقضي على ايه؟
على ملك الحيثيين وقدر انه ينتصر عليه وعقد معاه معاهدة سلام. وده كان الملك رمسيس الثاني كان صاحب اول واقدم معاهدة سلام في التاريخ. وكان البنود بتاع معاهدة السلام ان الحرب ما بين الطرفين انتقف وتبقى فيه علاقات ودية ما بينهم، والطرفين يساعدوا بعضهم الاخر في حالة تعرض اي ايه دولة منهم للايه للحرب. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ الملك رمسيس الثاني بعد ما حارب خلاص اتفرغ بقى انه يبتدي يعمل ايه حاجات عمرانية عشان الناس تذكر اسمه. عمل ايه؟ شيد 6 معابد، من اشهر المعابد ديت معبد اسمه معبد ابو سمبل. طيب معبد ابو سمبل ده كان هيتعرض للغرق بسبب مياه ايه؟ بسبب مياه السد ايه؟ بسبب مياه السد العالي. طيب ايه اللي حصل؟ منظمة اسمها منظمة اليونسكو فككت المعبد دوت لقطع، حطت على كل قطعة رقم ونقلته في مكان ايه؟ في مكان تاني. مش بس كده، ده الملك رمسيس الثاني اتم بهو اسمه بهو الاعمدة في معبد الكرنك، عبارة عن مكان كده تدخله كله اعمدة. واقام عدد كبير من المسلات الضخمة اللي موجود منها لحد دلوقتي في الايه؟ في الاقصر، وموجود منها في باريس في العاصمة ايه؟ فرنسا. طيب تعال نشوف يعني ايه اليونسكو، والتعريف ده بيجي كتير في الامتحانات. اليونسكو عبارة عن هيئة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة مسؤولة عن التربية والثقافة والعلوم. خد بالك كده، أنا عندي نقطتين بلخبطك فيهم في الامتحان في سؤال الترتيب، لو جالي سؤال ترتيب. إن منظمة اليونسكو دي نقلت معبد أبو سمبل في العصر الحديث. طيب يا مستر مين تاني اللي عندي؟ أنا قلت لك من شوية، أنا عندي الملك توت عنخ آمون اكتشف مقبرته سنة 1922. طيب تعال نشوف الحاجات اللي عندي تاني. بقول لك يعني ايه معاهدة. المعاهدة دي هي بتتم ما بين طرفين، اتفاق بين دولتين بتنظم العلاقات ايه ما بينهم. طيب تعال نشوف ان انا دلوقتي عندي الملك اللي بعد كده اسمه الملك رمسيس الثالث. الملك رمسيس الثالث ده العلماء اعتبروه هو المؤسس الحقيقي للأسرة 20. يبقى انا عندي اللي اسس الدولة الحديثة كلها الملك مين؟ الملك احمس. طيب اما اللي اسس للاسره 20 هو رمسيس الثالث. الملك رمسيس الثالث دوت ازال خطر كبير جدا ما بيقلش عن خطر الهكسوس. ليه؟ لانه نجح انه يهزم شعوب البحر المتوسط اللي هاجمت مصر برا عند رفح وبحرا عند مصب النيل. خد بالك الحته دي بتلخبط قوي. يبقى الراجل دوت ازال خطر اسمه خطر شعوب البحر المتوسط اللي هاجموا على مصر برا عند رفح وبحرا عند مصب الايه؟ نهر النيل الغربي. مش بس كده، ده تصدى لقوات الليبيين اللي هاجموا مصر عند حدود مصر الايه؟ الغربية، وهزمهم في مكان اسمه وادي النطرون. رمسيس الثالث جاي بعديه ملوك ضعيفة جدا، وازدادت في عهده الملوك الضعيفة ديت ازدادت بعديهم نفوذ الكهنة، وازدادت ان هم بقوا عايزين يغتصبوا العرش. يعني ايه يغتصبوا العرش؟ بقوا عايزين يبقى هم الملوك. وبدأ عصر عندي اسمه العصر الايه؟ اسمه العصر المتأخر. والعصر المتأخر دوت عندي من اول الاسرة 21 للاسرة 30. يعني ايه العصر المتأخر؟ هي بيقصد بيها المدة اللي جات او الفترة اللي جات بعد سقوط الدولة الحديثة. بقت دولة ضعيفة وبقت عرضة اكتر للاطماع ايه؟ الخارجية. لحد ما جاء امير عندي اسمه امير سايس خلصها من كل مين؟ من كل المؤامرات اللي كانت بتحصل دوت. مين هو امير سايس في الوقت ده؟ ملك اسمه الملك ابسماتك الاول. طيب مدينة سايس ديت موجودة في غرب الدلتا، وكانت عاصمة مصر من الاسرة 26 للاسرة 27. طيب الملك ابسماتك الاول دوت ايه اللي هو عمله؟ رجع لمصر حريتها واستقلالها مرة تانية. بعد ما اسس الاسرة 26 عمل على ايه؟ ان هو يعمل جيش قوي عشان يطرد مين؟ الاوريين من مصر، ويضم ليها اقليم اسمه اقليم منف. يبقى تاني الملك ابسماتك سوري طرد الاشوريين بعد ما كون جيش قوي. يبقى الملك ابسماتك طرد الاشوريين من مصر ورجع تاني وضم اقليم اسمه اقليم منف، وعمل على تنمية التجارة الخارجية مع الدول ايه؟ الفينيقية. لا نعيد الحتة دي تاني عشان في جزئية ايه مكتوبة غلط عندي. بقول لك ان الملك ابسماتك رجع لمصر حريتها واستقلالها، واسس الاسرة 26، وكون جيش قوي نجح في طرد مين؟ الاشوريين. نجح في طرد الايه؟ الاشوريين.
وضم اقليم منف، وعمل على تنمية التجارة الخارجية مع الدول ايه او مع المدن الفينيقية. جه بعديه ملك اسمه الملك نخاو، والملك نخاو دوت كان اتولى بعد وفاة ابسمتك على طول، وكمل المسيرة بتاعة التقدم. عمل ايه تاني؟ رجع تاني حفر قناة سيزوستريس مرة تانية. مش بس كده، ده عمل بعثة تجارية علشان بعثة علمية عشان تلف حوالين أفريقيا. طيب البعثة دي كانت مكونة من مين؟ من ناس اسمهم الفينيقيين، علشان يلفوا حوالين قارة أفريقيا وإيه ويرسموها. واستمرت البعثة دي 3 سنين لحد ما انتهى عندي الحكم الإيه الفرعوني. العصر بتاع النهضة ما استمرش كتير. غزا الفرس غزو مصر سنة 525 قبل الميلاد، وقعدوا على الأسرة 26، وفضلوا يحكموا البلاد لحد الأسرة 30. بعد كده جه مين؟ جه اليونانيين، بعد كده البطالمة، بعد كده الرومان، لحد ما جه عندي الفتح الإسلامي اللي استطاع إن هو يحرر مصر سنة 641 ميلاديا. خد بالك إن الفتح الإسلامي كان 641 ميلاديا. وبكده إن شاء الله نكون انتهينا من الدرس بتاعنا، وإلى اللقاء في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.